أهلا بكم. صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لانتهاكها سيادة العراق. يأتي القرار على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. بالمداخلات. البرلمان العراقي وبالأغلبية البسيطة منح رئيس الحكومة تخويلا نيابيا لإنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. المخول بالتفاوض في الاتفاقيات الدولية هو رئيس الحكومة أو من يخوله، وبالتالي الطرف الموقع بالاتفاقية هو الطرف الحكومي، بإمكانه اختار بموجب الاتفاقية الموقعة في بنودها الأخيرة، بإمكانه اختار الطرف الثاني بإلغاء الاتفاقية. التعارض بين واشنطن وبغداد حول الحشد الشعبي، يقولون هنا أنه السبب في مطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. ازداد التعارض بين أولويات العراق والولايات المتحدة الأمريكية مما زعزع الثقة بين الطرفين، تغذيها نيران اعتراضات مختلفة من قبل الولايات المتحدة على الحشد الشعبي. لكن التصويت لم يمر دون اعتراضات على ما وصفه بعضهم قرارا نيابيا مستعجلا، فالخشية هي من تداعيات محتملة على الأمن. أي قوات أجنبية لن نقبل يبقى بالأراضي العراقية، وأبناء الشعب العراقي بكافة أطيافه هم قادرين على حماية بلدهم وسيادة بلدنا. وبينما ناقش البرلمان جزئيا التداعيات، كان الهتاف الأعلى باسم قاسم سليماني. من حليف إلى عدو تحولت الولايات المتحدة، واتفق البرلمان والحكومة على تحمل تداعيات الأمن دون إشارة إلى الملفات الأخرى وأبرزها الاقتصاد والمال والأرصدة العراقية. قرار لافت في جلسة استثنائية غاب عنها النواب الأكراد وأغلبية النواب السنة، قرار يعيد الذاكرة إلى الوراء 10 أعوام حينما طلب العراق سحب القوات الأمريكية عام 2010. طارق ماهر، العربي، بغداد. ينضم إلينا من اسطنبول صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري. سيد توفيق، يعني هذا التصويت شرعنا من حيث المبدأ للحكومة الانسحاب من اتفاقية 2016، لكن اليوم هل سيكون سهلا على هذه الحكومة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق أن تنسحب، أخذين بعين الاعتبار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع واشنطن في عام 2008؟ يعني بالتأكيد لا، بالتأكيد البرلمان الذي لا يستطيع إلزام أعضائه بالحضور في هكذا جلسة طارئة ولا يحاسب النواب على الغياب عن كل الجلسات، لا يستطيع أن يفرض على الحكومة هكذا أمر خطير جدا ويتعلق بمستقبل العراق ووضعه الحالي من جهة. من جهة أخرى نرى أن هذا الإلزام بالتأكيد ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال المستقيلة. يعني السيد عادل عبد المهدي هو وحكومته يفترض أنهم استقالوا وتحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، إذن ليس من صلاحية هذه الحكومة أن تبت في هكذا أمر من جهة. من جهة أخرى إذن يتطلب إلزام الحكومة القادمة عندما تتشكل بعد ما لا أعرف أسابيع أو أشهر وربما سنة أو سنتان، سوف يكلف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة، ومن بعد تشكيل الحكومة من بعد تكليف رئيس الوزراء المرشح أو المكلف عليه أن يختار الوزراء، وعلى البرلمان أن يمرر هؤلاء الوزراء. لو افترضنا جدلا هذه القضية تطول، عندما هذه الخطوات التي تتحدث عنها، لو افترضنا جدلا أن يعني الحكومة المقبلة استطاعت تمرير ما شرعنه البرلمان اليوم، ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هل ستتفرد إيران بالتالي بالساحة العراقية، أم أن واشنطن ستحتفظ بسطوتها داخل العراق
من البوابة الأمنية والاقتصادية، لا سيما وأنها يعني النافذة المشرعة لتجارة النفط العراقي على العالم. الذي سأقوله ليس رأيا شخصيا ولكن هذا الرأي بالذات كررته عدة مرات سواء في قناتكم الموقرة أو في قنوات أخرى، أن هذا القرار فرضا على شكل قانون وبعد المفاوضات ولمدة سنة واحدة أجبرت يعني كقانون، القانون أجبر أو طالب القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية ترك العراق، فالقوات الأمريكية لا تترك العراق إلا بقرار أمريكي. مع الأسف لا توجد هناك قوة في العراق وفي المنطقة وكل العالم بما في ذلك روسيا الاتحادية يمكن أن تجبر القوات الأمريكية من الخروج من العراق إلا بقرار أمريكي. وهذه يعني هنا يدور الحديث عن الشبح الأكبر الذي يعني سبق وواجهته العراق وتواجهه المنطقة، وهو تنظيم الدولة الإسلامية. فيما لو يعني انسحبت واشنطن من العراق، لأي درجة سيؤثر هذا على قوى الردع تجاه هذا التنظيم؟ وما هو حجم هذه القوات التي يعني يتحدث الجميع عنها في العراق، حجم القوات الأمريكية أقصد؟ نعم، حجم القوات الأمريكية حسب المعلن ولا يدري الحقيقة سوى الأمريكيون أنفسهم، هناك 5400 جندي أمريكي، وهناك ما لا يقل عن 10 قواعد جوية أمريكية تصاحبها معسكرات طبعا لحماية هذه القواعد الجوية. أذكرها بالأسماء ولكن لا داعي لحلول دون الإطالة. هذه القوات هي الرادع لداعش أو أمثال داعش من التوغل في الأرض العراقية مرة أخرى مثل ما حدث في عام 2014. من جهة أخرى حتى من الناحية الأخلاقية، عندما انسحب الأمريكيون نهاية عام 2011 هذا القرار أو هذا الانسحاب الخاطئ الاستراتيجي الخاطئ الذي أضر بالعراق كثيرا، عندما توغل أحد داعش في عام 2014 بعد الانسحاب الأمريكي ومع عدم وجود الأمريكيين في حينئذ، حكومة نور المالكي بالذات هي التي طلبت من الأمريكيين وغير الأمريكيين من التحالف الدولي أو تشكيل تحالف دولي لغرض صد الخطر القائم على العراق. صحيح. في عام 2014. الآن بعد أن انتهى الموضوع حسب ما يقال هناك رجاء أو عودة أو طلب من البرلمان وغير البرلمان ومن فصائل الحشد الشعبي بأن الأمريكيين أصبحوا أعداء فعليهم ترك العراق، هذه حتى من الناحية الأخلاقية حقيقة غير مقبولة. لكن من الناحية العسكرية ومن جهة أخرى. من الناحية العسكرية فيما لو خرج اليوم من الناحية العسكرية الأمريكيون من العراق، هل سيعني ذلك عودة جديدة لداعش إلى الأراضي الأمريكية؟ أم أن يعني الحكومة العراقية وتشكيلاتها العسكرية باتت أكثر قوة أكثر ثقة بنفسها بعد أن خاضت الحرب ضد التنظيم وأصبحت قادرة للوقوف في وجهه والدفاع عن أراضيها برأيك؟ من الناحية الميدانية نرى أن الجيش العراقي وكذلك فصائل الحشد الشعبي المعول عليها في مثل هذه الأمور لا أقول ضعيفة للغاية. من الناحية البرية نعم ممكن، من ناحية الدبابات والمدرعات وهكذا والهمرات والرشاشات الثقيلة والخفيفة وهكذا من الأسلحة هذه قد تعتبر كافية، ولكن هناك الاستخبارات وهناك المعلومات وهناك القوة الجوية. الاستخبارات والمعلومات لا أقول غير متوفرة، ولكن الوسائل المتوفرة لدى القوات الأجنبية وبالأخص الأمريكية من أقمار صناعية إلى طائرات استطلاع إلى طائرات مسيرة لأغراض الاستطلاع ولأغراض الضرب، هذه كلها غير متوفرة. الرادارات غير متوفرة، الرادارات الأرضية غير متوفرة. سيد توفيق، بالمعنى العسكري ألا يمكن لإيران الحليف القوي والجار الأكثر سطوة في العراق أن يسد هذه الثغرة الاستخباراتية الأمنية التي تتحدث عنها فيما لو أخرجت واشنطن من الأراضي العراقية إذن؟ نعم، يعني من الناحية السياسية
خروج الأمريكيين وغير الأمريكيين من العراق معنى ذلك تسليم العراق إلى الجانب الإيراني على طبق من ألماس وليس من فضة وذهب. وهكذا يريد من يرغب في تمرير هذا القانون أو تمرير هذا الطلب، يريد ذلك، يعني يريد أن تتوغل إيران أكثر مما هي متوغلة في الأرض العراقية. وبالرغم من ذلك، بالنسبة لمجابهة داعش من ناحية المعلومات، من ناحية الأقمار الصناعية، من ناحية طائرات الاستطلاع الاختصاصية، حتى إيران لا تمتلك مثل هذه الأمور. فإذا سيكون هناك يعني فراغ كبير من الناحية المعلوماتية والاستخباراتية والقوة الجوية، الطيران في العراق يكلف العراق كثيرا، إضافة إلى كل الطائرات الأمريكية المتوفرة لدى القوات الجوية العراقية ستصبح خلال سنة أو سنة ونصف خردة من حديد. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة بالتأكيد سوف تقطع تزويد العراق بالعتاد أو بالذخائر الخاصة بالطائرات، إضافة إلى سوف تحرم العراق من المعلومات، وتحرم العراق من الاستخبارات، وتحرم العراق من قطع الغيار للدبابات والهمرات والمدرعات والطائرات، وخصوصا الاف 16 المعول عليها والتي لا يزيد عددها عن 30 طائرة. فإذا قطعت عنها قطع الغيار فخلال سنة أو نصف السنة من دون استخدام العتاد ستصبح خردة حديد مقذوفة في القواعد الجوية. شكرا جزيلا لك صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري حدثنا من بغداد. قتل متظاهر وأصيب آخرون بإطلاق نار في مدينة الناصرية في جنوب العراق. الإصابات وقعت عند محاولة مناصرين لفصائل الحشد الشعبي إدخال نعوش رمزية لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى ساحة الحبوب، مكان تواجد متظاهرين مناهضين للحكومة. وأقدم متظاهرون على إحراق مقر للحشد الشعبي وسيارة تابعة لفصائله يشتبه بضلوع من فيها بإطلاق النار على المتظاهرين. أصيب 3 أشخاص على الأقل في مواجهات وقعت بين المتظاهرين في البصرة وموالين لفصائل من الحشد الشعبي كانوا قد نظموا تشييعا رمزيا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومنع المتظاهرون دخول المشيعين إلى ساحة الاعتصام ما أدى إلى وقوع صدامات. هجوم جديد على المتظاهرين المناوئين للحكومة العراقية في ساحة الاعتصامات في البصرة يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وبحسب المتظاهرين وقع الحادث إثر محاولة عناصر موالية لفصائل الحشد الشعبي اختراق ساحة الاعتصام في المدينة بمسيرة تشييع رمزية لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. ليس عراقي ولا نسمح بالتشييع في داخل ساحات الاعتصام، لأن هاي ساحة الاعتصام ساحة طاهرة ولا نسمح بتدنيسها من قبل هؤلاء، هو إيراني. وبالنسبة من اجوا الشيعون ما اجوا بالتشييع المطلوب. المعمم ورنا يرمي ويقول هذول كلهم جبناء، هو وعلي مشاري طبنا طلع مر بالصدمة، وماكو ترى إيرانيين، طب الحشد حزب الله العصائب النجباء هم ذا طبا هم رموا افتروا 2 من وراء حرقوا الخيام. يقولون إن المشيعين الموالين للحشد استفزوا المحتجين بحملهم السلاح ومحاولة اقتحام ساحات الاعتصام بالقوة، وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية التي وقفت متفرجة على حد وصفهم. استفزاز يصير من ناحية المعتصمين، لأن المعتصمين ما يردوهم، المعتصمين ما يردون الأحزاب، تعمدوا يجون وين؟ يجون بهاي الساحة. ما حد يزود على وطنيتنا، بس قلت لك هاي فتنة والطامة الكبرى للأسف استخدموا هذا الرصاص الحي تحت أنظار القوات الأمنية، يعني ميليشيات خارجة عن القانون. مع استمرار تحركاتهم يترقب المتظاهرون موقفا متشددا من أتباع الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة
ويتهم المتظاهرون تلك الفصائل باستهدافهم. تتجه الأحداث نحو التصعيد بعد مقتل سليماني والمهندس. مدن الجنوب تشتعل مدينة تلو أخرى، وقاسمها المشترك بين مشيع موال ومعارض لتدخلات إيران. مازن الطيار، التلفزيون العربي، البصرة. التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف. الزميلة مها رزق رصدت لنا هذه الردود، إليك مها. شكرا زاهر. الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن لا تهدأ. توعد ترامب في سلسلة تغريدات جديدة بضرب 52 موقعا على درجة عالية من الأهمية لإيران ولثقافتها، وقال إن بلاده مستعدة لاستخدام أسلحتها العسكرية الجديدة والجميلة دون تردد، وهو ما أثار زوبعة من الانتقادات لجهل الرئيس بقواعد القانون الدولي. وعلى رأس المنتقدين رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي قال بعد خرق سافر للقانون الدولي عبر الاغتيالات الجبانة يوم الجمعة، دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بخروق جديدة. استهداف مواقع ثقافية هي جريمة حرب. أصرخ واركل قدر ما شئت، فنهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت. وانتقد الصحفي الأمريكي جوش روغن تبريرات الخارجية الأمريكية، وقال يستخدم بومبيو دور سليماني في ارتكاب الفظائع في سوريا كمبرر لقتله. لو كانت هذه قناعة إدارة ترامب فعليهم فعل الكثير لوقف الأعمال الوحشية المستمرة الآن في سوريا والتي يرتكبها الأسد وإيران وروسيا. التوتر زاد منه خطاب للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال فيه إن مقتل الجنرال الإيراني يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط، وأن القصاص العادل هو إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، وهو ما تزامن مع قرار البرلمان العراقي اليوم بوقف العمل بالاتفاقية الأمنية مع واشنطن وإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد. ولكن القرار تم في ظل غياب الكتلتين السنية والكردية. وعلى هذا التطور علقت الصحفية رجاء يوسف وقالت قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق يعني أنها تنسحب إلى قواعد في كردستان وسيكون مرحبا بها هناك، وستستغل حكومة كردستان هذا الوضع لتحقيق هدفها بالاستقلال، وبالتالي ستكون كردستان المستقلة أكبر قاعدة أمريكية وبديلة عن قاعدة إنجرليك التركية. وردا على الهتافات الداعمة لسليماني في البرلمان العراقي، كتب الصحفي عمر الجنابي وقال الطرف الثالث يهتفون داخل البرلمان العراقي، نعم نعم سليماني. مجلس النواب وكل الطبقة السياسية تمثل إيران وليس العراق، لهذا السبب نريد إلغاء كل العملية السياسية لأنها ببساطة متشكلة من أحزاب إيرانية الولاء والمنهج. ونختتم مع فيديو اخترناه من منصة أنا العربي عن تهديد ترامب باستهداف 52 موقعا والسر وراء اختيار هذا الرقم. هذه فقرتنا عن إيران، ولنا وقفة أخرى. عودة إليك زاهر. شكرا مهم.
أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي الموقع بينها ومجموعة الخمسة زائد واحد، وذكرت الحكومة الإيرانية في بيان لها أنها علقت جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي ولن تلتزم بها من الآن فصاعدا. وأكد البيان أن طهران لن تلتزم بالتعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزينه والبحث والتطوير. ميدانيا رافق الآلاف من المشيعين نعشا يحمل رفات اللواء قاسم سليماني عبر مدينتي الأهواز ومشهد. مراسلنا في إيران ياسر مسعود واكب جانبا من مراسم التشييع وأعد لنا التقرير التالي. في المحطة الثانية من مراسم تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه هنا في مشهد شمال شرقي إيران بعد الأهواز، هنا أصوات الجماهير ترتفع ربما اعتادت عليها إيران وهي بالضد من سياسات أمريكا، تحديدا تقول الموت لسياسات أمريكا وإسرائيل، وما أضيف لها هذه المرة هو الانتقام وبشدة برد حازم وحاسم، هكذا تقول الجماهير في هذه اللحظات تحديدا، وهو موعد دخول جثامين قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه الذين تم اغتيالهم في عملية وسط العاصمة العراقية بغداد بالقرب من المطار. لا يمكن القول أن هذه المطالب الجماهيرية والأصوات لا تؤثر على صناع القرار في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن في ذات الوقت أيضا يمكن القول من أن هذه الأصوات ربما القيادة الآن بحاجة لها، خاصة وهي على أعتاب مرحلة حساسة ومصيرية، هذه المرحلة التي يتصاعد فيها شكل المواجهة والتصعيد والتصعيد المضاد ما بينها وواشنطن وسط زحام الاتصالات والحراك الدبلوماسي الجاري في العاصمة طهران. هنا المراسم مستمرة وستتواصل مرورا بطهران ومن ثم في قم وصولا إلى مسقط رأسه كرمال. ياسر مسعود، العربي، من مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وفي أول تعليق من إيران على قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من العراق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قال إن هذا القرار صفعة قوية ثانية لترامب بعد الصفعة الأولى التي تلقاها من خلال مراسم التشييع المهيبة التي أقيمت لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما وفي العراق على حد وصفه. قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، قال إن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن القومي في اجتماعه الذي عقده بعيد اغتيال قاسم سليماني دقيقة جدا، وأن العالم سيعرفها بمجرد تنفيذها في المستقبل القريب. لم نغير قواعد اللعبة وقمنا بمراعاتها رغم العداء الذي تمارسه أمريكا ضدنا، لكن ترامب لم يراعي القواعد وبدأ لعبة لا قاعدة لها، لذا سنرد عليه بنفس الطريقة بقوة. والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عقد اجتماعا يوم الجمعة، والقرارات التي اتخذت دقيقة جدا وهي للتنفيذ وليس للإعلام، والجميع في العالم سيعرفها بمجرد تنفيذها بكل مرحلة. وأضاف عبد اللهيان أن السلوك الأمريكي سيؤثر بشكل سلبي على خطوات إيران وفيما إذا كانت ستظل جزءا من الاتفاق النووي. بالتأكيد سلوك أمريكا سيترك أثارا سلبية على خطوات إيران السلمية بما في ذلك البقاء في الاتفاق النووي. أولا إيران بالتأكيد تدافع عن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. وننوه أن المقابلة الكاملة مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان ستبث غدا الاثنين الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش ضمن برنامج حديث خاص. وفي تتمة تداعيات اغتيال سليماني، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة له دعا الشعب العراقي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق، وهدد نصر الله بأن يستهدف ما أسماها قوى المقاومة
القوات الأمريكية وقواعدها وإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم في نعوش، مضيفا أن من وصفهم بالاستشهاديين ضد الأمريكيين قد زاد عددهم. في لبنان كما في إيران حفل تأبين لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وفي بيروت كما في مشهد وطهران مواقف مشتعلة على وقع هتافات الموت لأمريكا. ووسط الهتافات المناوئة لواشنطن طالب أمين عام حزب الله حسن نصر الله كامل محور المقاومة باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة برمتها. قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني كل قوى المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق للمقاومة. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. خطاب رأى فيه لبنانيون مزيدا من توريط لبنان في صراعات المنطقة كما يقولون. أنا أعتقد كلامه اليوم وضع لبنان في قلب الصراع باعتباره هو الطرف الكبير والمهيمن على واقع كبير في لبنان، من خلال قول أنه سيكون ضمن هذا الثأر الذي سينفذ بحق الأمريكيين على المستوى العسكري في المنطقة كلها. ماذا يعني هدف استهداف كل القواعد والجيش الأمريكي في المنطقة؟ هل يعني اختراق سيادات الدول بشكل كامل؟ هل يعني العمل على أرض دول الخليج العربي وغيرها؟ هذا انقسام لبناني متوقع في قراءة المشهد، بين من يرى أن نصر الله وضع لبنان على خريطة الثأر لسليماني، وبين من يطالب باحترام سيادة لبنان بعيدا عن صراع المحاور. صحيح أن مركز الحدث في إيران والعراق، لكن الخشية من أن تكون ارتداداته في لبنان، إذ يخشى من استعار الحريق الأمريكي الإيراني إليه في ظل أوضاعه غير المريحة الآن. علي رباح، التلفزيون العربي، بيروت. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن الدوحة معنية بعدم حدوث تصعيد في الشرق الأوسط على خلفية التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الوزير في مقابلة خاصة تنشر كاملة غدا في صحيفة العربي الجديد وموقع المدن الإلكتروني، أضاف أن الجهود التي تبذلها الدوحة تأتي في إطار السعي للتهدئة ومحاولة العمل على منع اندلاع حرب في المنطقة. احنا ذكرنا موقفنا من البداية، احنا معنيين بأن لا يحدث تصعيد في المنطقة، فجهودنا هي جهود للتهدئة واحتواء الموقف. أمريكا شريك استراتيجي لدولة قطر وعلاقتها قوية جدا بدولة قطر، وإيران هي دولة جارة، وأيضا لا نريد أن نرى فيها عدم استقرار، ومعنيين أن لا يحدث، أن لا تشعل أي حرب بسبب هذا الخلاف الأمريكي الإيراني. لم يطلب منا التوسط فيما بينهم، ولكن نحن نتحدث من منظور أمن وطني قطري أن نريد احتواء هذا الموقف. ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة دكتور محجوب زويري، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر. أستاذ زويري، لا حديث اليوم تقريبا يدور في أوساط السياسة سوى الحديث عن الرد الإيراني، عن سيناريوهاته واحتمالاته. هل سترد إيران بشكل مباشر أم أنها سترد عن طريق باحاتها الخلفية ووكلائها في المنطقة؟ وهل هذا الانتقام يجب أن يكون بتوقيع إيراني مباشر وضريبته دم أمريكي، أم أن هنالك احتمالات أخرى ممكنة برأيك بالنسبة لسيناريوهات الرد؟ أنا أعتقد أن هناك يعني سيناريوهات اثنين لعمل التعامل الإيراني مع الموقف. السيناريو الأول ما أسمي أنا بالاستثمار السياسي في المشهد، وهو عبارة عن محاولة إيران المضي في البقاء في مربع الضحية، وارسال رسائل للعالم بانه هي مستهدفه، وبالتالي محاوله الحصول على بعض الامتيازات المتعلقه بوضع الاقتصادي. وانا اعتقد بانه قرارها اليوم بالخطوه الخامسه بالتخلي عن التزاماتها له علاقه بهذا الامر، ومحاوله التخلص تدريجيا من العقوبات الاقتصاديه التي فرضتها الولايات المتحده. هذا وارد، لكن يعني الاحتمال او السيناريو الاخر وهو أن ترد إيران بإجراء، لكن هذا الرد أنا أعتقد بأنه له ثلاث مميزات أساسية بغض النظر عن الزمان والمكان. المميز الأول هو أن إيران
فيها تيار عريض الآن يريد الثأر من الأمريكيين وبعدد معنى آخر يريد الثأر وأن يرسل أشلاء أو رسل إلى الولايات المتحدة. هناك رغبة في التأثير في المشهد الداخلي الأمريكي والانتخابات ومحاولة اللعب في عام الانتخابات ومحاولة تهديد مستقبل ترامب السياسي. والعامل الثالث هناك رغبة في إثارة حالة من الهلع والفزع في العالم والمنطقة وإظهار بأن إيران دولة مركزية وأن ما يحدث لها يجب أن يتزلزل منه العالم كله. وبالتالي هذه المحادثات اعتقاد تلعب فيها إيران وتحاول الضغط أكثر في هذا الاتجاه. نعم دكتور محجوب، هل هنا يعني هناك تخوفات كثيرة تتعلق بالحرس الثوري الإيراني باعتباره قوة يعني ذات وزن وأيضا قد تبدو منفلتة العقال؟ هل هناك قوة موازية ضابطة سياسيا إن صح التعبير داخل إيران للحرس الثوري تؤطر هذا الانتقام أو رد الفعل بحجم لا يستدعي نشوب حرب بين واشنطن وإيران، أم أن الأمر متروك لتقدير خلفاء قاسمي الآن؟ خلفاء أعتقد بأن النظام أن النظام السياسي الآن برمته يقف متكاتف، لأنه أهم منجز بالنسبة ليحققه النظام السياسي من مقتل سليماني هو وحدة النظام السياسي بكل أطيافه والمؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية. أنا أعتقد الآن أي إجراء أو أي رد تتخذه إيران أو تقوم به إيران سيكون عليه إجماع سياسي وإجماع عسكري. وبالتالي أنا أعتقد الآن الحرس الثوري يشعر بأنه عليه مسؤولية أخلاقية نحو النظام أن يفعل شيئا، وبالتالي هو سيحصل بالتأكيد على تأييد سياسي. يعني مسألة الانقسام الآن غير واردة في المشهد السياسي الإيراني على الإطلاق، ولا أحد يجرؤ أصلا يتحدث عن الانقسام بالنظر إلى يعني حالة التأطير اللي صار في المجتمع ورد الفعل على مقتل سليماني. دكتور محجوب، ما السيناريوهات بالتالي المتوقعة يعني كإجراء أمريكي تجاه الانتقام الإيراني أو رد الفعل الإيراني إن جرى، خاصة وأن يعني واشنطن باتت مهددة في العراق كما جرى اليوم من شرعنة البرلمان العراقي أن يطلب من الحكومة الانسحاب من الاتفاقية مع اتفاقية الدفاع مع واشنطن؟ في الحقيقة هذا أيضا مسار قلق، لأنه نحن أمام إدارة أمريكية لا يمكن التنبؤ بالتصرفات. لنتذكر عندما أسقطت إيران الطائرة الدرون يعني غالية الثمن الأمريكية قبل حوالي 6 شهور لم يتخذ القرار الأمريكي أي خطوة بالرد، وفي خطوة مفاجئة قرر أن يغتال سليماني. بعبارة أخرى أنا أعتقد بأنه الردود الأمريكية من الآن ستعتمد على طريقة التعامل الولايات على التعامل إيران. بعبارة أخرى أنا أعتقد إذا قامت إيران بفعل معين أدى إلى وجود ضحايا أمريكيين، أنا لا أشك بأن الرئيس الأمريكي سيبادر إلى ضرب أيضا ضربة من بنفس العيار لإيران، ربما في مواقع ربما في مدن، لكن لن يتردد في الضرب. شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر، كنت معنا عبر الهاتف من